جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية أخرى يطرحها المستمع عوض المبروك على الشاعري، فيقول: امرأة توفي زوجها منذ فترة طويلة تصل إلى 10 أشهر ولم تعتد، هل يجوز لها بعد أن علمت أن تدخل في فترة الحداد أم بماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. ويسمى الحداد في رسالته الرباط. عدة الوفاة تبدأ من وفاة الميت، من وفاة الزوج، لا من عند الزوجة، وإنما تبدأ من حين وفاة الزوج. فإذا علمت بوفاته قريبا فإنها تعتد، وإن علمت في أثناء العدة فإنها كذلك تكمل العدة وتأخذ أحكام الإحداد فيما بقي من العدة. أما إذا لم يبلغها الخبر إلا بعدما مضت العدة وهي 4 أشهر و10 أيام فإنها تكون قد اعتدت بمضي المدة ولو لم تعلم، ويسقط عنها الإحداد بمضي وقته. نعم.